إلى ذلك قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور جرجاش إن التطورات المتسارعة في المنطقة مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة استراتيجية لم تؤتي ثمارها معتبرا أن الاختراق الاستراتيجي ضروري في هذه المرحلة وأضاف جرجاش في تغريدات عبر حسابه على تويتر إن البدايات الجديدة تحمل في طياتها فرصا حقيقية وقال إنه بعيدا عن الضجيج أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن و والاستقرار والازدهار واعتبر غرغاش أن الاختراق الاستراتيجي ضروري للعبور من الجمود والتكلس إلى الحركة الإيجابية لافتا في السياق ذاته إلى أن مراجعة التوجه لا يعني بالضرورة تغيير الأهداف بل مقاربتها بشكل مختلف